نفى وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار ضلوع الشرطة في مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدا أنه لم يتم القبض عليه وأن التحقيقات في الحادث سوف تستغرق بعض الوقت. بالتأكيد لا، بالتأكيد، وهذا الأمر فيه قولا واحدا أنه لا لم يحدث، وإحنا أكدنا هذا الأمر للكثير من المسؤولين في حينه، وبنؤكده مرة أخرى أنه لم يتم ولم يثبت القبض عليه بأي وسيلة من الوسائل. نحن ما زلنا في مرحلة جمع المعلومات، وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، لأن الشخص الإيطالي الذي تعرض إلى هذا الحادث لديه اتصالات كثيرة جدا بعدد من المصريين ومن الأجانب، وبيتجول في مناطق كثيرة جدا في أنحاء القاهرة، وبيرتبط بعلاقات مختلفة جدا بعدد كبير جدا من المصريين، وأن البحث في هذا الحادث لابد من تحديد كافة الاتصالات وكافة علاقاته بهذه الأشخاص بشكل دقيق جدا.